Qori'ah cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta 135 akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 21 dan seterusnya, halaman 362. Qori'ah cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta 135 akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 21 dan seterusnya, halaman 362. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا
Ashabul jannati yawmakidhin khayyum mustaqarra wa ahsanu maqila. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان